على بعد بضعة مئات من هرم خوفو آخر عجائب الدنيا السبع، اكتشف المهندس كمال ويليام يونان الملاخ الشهير بكمال الملاخ، والذي ولد عام 1918 وتوفي سنة 1987، اكتشف مراكب الشمس أو مركب الملك خوفو. وكانت أهم محطات حياته يوم أعلن عن اكتشاف مراكب الشمس وإخراجها إلى النور بعد أن ظلت في باطن الأرض أكثر من 5000 سنة، وكان ذلك يوم 26 مايو سنة 1954، حيث وجدت في حفرة كبيرة منحوتة في الصخر وعمقها 3.5 متر مربع وعرضها 260 سنتيمتر، وكان طول الحفرة 31 متر، وقد غطيت بألواح حجرية وزن الكتلة منها 18 طن، وكان طول كل كتلة 4.5 متر مربع وعرضها 180 سنتيمتر، وكانت تلك الكتل مرصوصة بدقة حتى أنها لا يمكن أن تفوت حشرة صغيرة أو رطوبة أو مياه. وكانت السفينة مفككة متقنة النحت مصنوعة من خشب الأرز، بلغ عدد قطع السفينة 1224 قطعة، ليس منقوص منها شيء. وقد تم إعادة تركيب السفينة من جديد ليبلغ طولها أكثر من 42 متر وعرضها 590 سنتيمتر، وارتفاع مقدمتها يبلغ 8 متر والمؤخرة وارتفاعها 6 متر. كانت السفينة مصنوعة من خشب الأرز الذي كان يتم استيراده من لبنان، وتحتوي على 10 مجاديف، وكانت كتلة الخشب فقط تزن أكثر من 2 طن، ويصل طول القطعة الواحدة إلى 15 متر تقريبا، وبها مقصورة رائعة مصنوعة بمهارة فائقة. وكان يتم تجميع السفينة بواسطة حبال عن طريق ثقوب يتم حياكتها وربطها بالحبال وتجميعها، وهي قادرة للآن على السير في البحار. وأنشأت الحكومة المصرية سنة 1985 متحف مركب الشمس لعرض مركب خوفو الشمسية مجمعة بالكامل، وقد تم تجميعها في سنة 68. والمتحف عبارة عن 3 طوابق لنستطيع أن نرى المركب في 3 مستويات مختلفة. وقد قام شيخ المرممين أحمد يوسف مصطفى رحمه الله، وكان مرمما رائعا، أخذ 10 سنوات من عمره يضع تلك القطع ويركبها بجوار بعضها بالحبال ويدككها هو ومساعدو كقدماء المصريين تماما، حتى وصل طول المركب إلى حوالي 43 مترا وأقصى عرض له 590 سنتيمتر مربع. وتلك السفينة معروضة حاليا بمتحف مركب الشمس بجانب الهرم الأكبر، ويمكن لسيادتكم مشاهدتها في أقرب زيارة. والآن أترككم مع لقطات لتلك السفينة، وإلى اللقاء. دعوا لايك واشتركوا في القناة.